كاسين أو بلد الشمس كما يعود أصل تسميتها في العهد الفينيقي، بلدة اختارتها منظمة السياحة العالمية واحدة من أفضل القرى السياحية في العالم. نكتشف معا أبرز مميزاتها. من بين 170 قرية في العالم هي واحدة من أفضل القرى السياحية. كثيرة هي مميزات كاسين التي تعد مثالاً لوجهة سياحية ريفية. بتضم أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط، أكبر مساحة خضراء ممكن تشوفها على شاطئ المتوسط، بتضم بيوت تراثية وأثرية وقديمة، بتضم ساحات واسعة وشوارع وطرقات مرتبة. كمان تتميز كاسين بمسارات المشي الموجودة بغابة الصنوبر. بين حرج الصنوبر جنوبا وكروم الزيتون شمالا تتوزع منازل كاسين التراثية، منازل تعتمر القرميد الأحمر بأبهى الصور. أما الجسور القديمة فيعود تاريخها إلى العهد العثماني. كاسين تتميز أنه هي نقطة لقاء لكل الأديان، لكل الأشخاص، لكل المذاهب. هي نقطة لقاء لكل مناطق بلبنان، من جبل لبنان، منطقة الشوف، إقليم الخروب، إقليم التفاح، ومنطقة البقاع الغربي، كلهم ما بيبعدوا عنها أكثر من 15 كيلومتر. إنها جنة الصنوبر، كل شيء فيها له خصوصية وميزة. هنا ساحة البلدة تشد الناظر إلى كل تفاصيلها. كنيسة القديسة مارتقلة التي يعود بناؤها إلى أواخر القرن السابع عشر تشكل رمزاً في التراث المعماري. جمال الغربي، كاسين، جنوب لبنان، الميادين.